شيلي من بالك اشكي، فكري منيح بميانكو بس، اتصلي فيه واحكي لي. عم يطلع لي بكل مكان، بقلبي وبعقلي. انا ما عاد فيني اتحمل اكثر من هيك. انسي قصته وما عاد تفكري فيه ابدا يا اشكي. لازم تفكري بميانكو بس. رح ارجع افكر بميانك خطيب. كلهم بهدلوني وسموني خرابة البيوت، الكل هاني، بس انا عم اهتم فيك اكثر من حالي. كل اللي بيهمني انه ما يسمع حكي بشي عن امه. اكيد اتضايق كثير من اللي صار اليوم، كله من هالحرباية الخبيثة صار لها. لازم روح وقول له انه انا وسونالي ما كنا عم نحكي عن الزواج، ما عم نحكي عن خربان البيوت. بس كمان اذا خبرته باللي قالته سونالي رح يتضايق اكثر. ما فيني اقول له شو عم يصير مع خالتي كمان، ما فيني احكي هاي القصص غير لميان. بس خطيبي ما عنده وقت لإلي ابدا. عم تسألني إلي ليش جبنا الكاهن؟ سأل سونالي ليش راحت تحكي مع إشكي؟ عامل لي حاله زلمة وعم يعيط على أمه. أمي ليش عم تكبري الأمور لهالدرجة؟ حكينا من قبل وخبرتك إنه ما في داعي تجيبي للكاهن. اقتنعتي إنه ما حدا بيقدر يأثر على قرار زواجي من سونو؟ سمعتي شو عم يحكي؟ هالحرباية الفصعونة رح تبعد ابني عني. وفوهشي انت زعبك يا جي تخيلي. يا حبيبتي طولي بالك، رح لاقي لك حل ما بدور. راج انا ماما معاش اللي بكيكي يا امي، بس اسمعيني من دون ما تقطعيني. اوكي شوفي ماما، سونالي ما قالت انه بدنا نعيش لحالنا، وشو ما حكيت ايشكي اكيد ما بيهمني. بس ماما نحن سمعنا جزء من الحكي بس، وما حدا فينا عرف شو كان اساس الحوار. نحن ما بنعرف شو كانت تكمله الحديث، وبما انك ضايقتي كان فينا نرجع البيت ونحكي بالموضوع بهدوء. مو مستاهله ومو ضروري نعمل من كل قصه صغيره قضيه كبيره يا امي، وهذا الشيء ما بيصير. ليكي ماما، سواء كانت ايشكي عم تحكي مع سونالي عن ترك البيت او لا، اذا ضليتي هيك عم تعملي الدراما تبعك كل شوي وعم تظلميها لسونالي، وقتها رح اترك البيت عن جد. فبترجاكي وقفي هالمهزله. راج راج شو عملتي؟ جيت لساعدك انت سحبتيني وقعتيني؟ شو مشكلتك؟ انا هيك شو بدي اعمل؟ كل شي فيني غلط بغلط. مشيتي وقعدتي وكلامي وضحكتي واكلي، حتى النفس باخده بطريقه غلط. واذا اعتذرت منك ما رح تسامحني، مشان هيك فيك تعاقبني. يلا بشو بدك تعاقبني؟ ما بدك اجي لهون؟ ماشي امرك. ما بدك يعني شوف سونالي؟ ماشي ما بقى رح شوفها ولا حتى احكي معها. واذا هي بتجي رح بعد عن طريقها، وبعدك اطلع باي تاكسي تبرق من جنبي، المهم ما احكي معها. واذا اتصلت فيني بعدك اني فورا رح اكسر موبايلي شقفتين وكبه، المهم ما اكسر كلمتك، ما رح احكيها مره ثانيه. هي ما ندموا، هي بس مية المسبح عم تحرق لي عيوني شوي.
مكياجي بلا ما يرجع ينتزع مكياجك. خلاص يا روح. عمتي أنا إجيت أعتذر منك بدال إيشكي ويا ريت تقبل. الغلط مو من إيشكي، هاد غلطك أنت. شباب هالأيام صايرين كتير خروق، عطيتوا نسوانكم حرية زيادة عن اللزوم لدرجة فكروا إنه بيقدروا يعملوا اللي بدهم إياه مع بيت حماهم. طبعاً الأم بتفني حالة مشان ابنها، بيقوم الولد بيترك أمه فوراً وبيمشي وبيروح لصف مرته. طبعاً كان فيكن تستنوا لبعد الزواج على القليلة لتصيروا عبيد عند نسوانكن، بس انتو الجيل الجديد تسكتوا للمرأة لدرجة بتوقفوا مع نسوانكن حتى قبل الزواج تضربوا بهالعادة. كل اللي حابب قلك يا عمتي إنه إشكي ما قصده إنه تزعلك. ما بدي اسمع شي، روح من وشي روح. يا عمتي انتي مقامك عالي، وطبعاً حقك إنك تعصبي منا لإشكي، ومن واجبنا إنه نعتذر منك، لهيك بتمنى إنك تقبلي اعتذاري. سمعتي لي بإذنك هالحكي؟ ها؟ ما نو قليل ها؟ هالولد كتير مثقف وفهمان. خليك مثل ما أنت يا ابني ولا تتغير، كرمال ما يصير مع أمك نفسي اللي صار معي تماماً. صار له ما تاكلي هم هالشي، أنا بوعدك رح أعمل مثل ما بدك يا عمتي، بس بترجاكي غيري رأيك وخلي هالعرسين يصيروا سوا. شو قلتي يا عمتي؟ مايانك إشكي هي اللي غلطت، ما ليش أنت اللي عم تعتذر عنا؟ معك حق. رح تخليها تعتذر؟ أنا بوعدك اليوم قبل المساء إشكي رح تعتذر منك. مو بس بدي إياها تعتذر، لازم تثبت لي إن ندمانة كمان. هيك مزبوط؟ ايه يلا يلا زبطي لي مكياجي بسرعة. فريرة مستعد اعمل اي شي يفرق بين سونالي وراش، مو بس هيك رح خلي اشكي تساعدني كمان. خير امي، احكي لي شو اللي شاغل بالك. تفضل، عملت لك زهورات بس تشربيها اكيد رح تهدأ اعصابك. روح اعطيه للست سارلا بلكي بتهدى شوي. أهان ما بدي أحكي مع حدا بالموضوع بنو، بترجاكم إنه تنسوا. على القليلة خبرنا شو صاير معك، شو فيه؟ ما فهمتي شو قالك الولد؟ قالك انسي، مو صعبة، مو ضروري تنزلي فيه بالأسئلة هيك مثل الرشاش. ستي رح أحكي مع الست سارلا. لا ما في داعي، لما الست سارلا بتعصب لازم نبعد عنها. طيب قليلي شو رح نقول لمايانك وخالتي؟ أمي حكيت معهم ولقيت بيتين بمزرعة قريبة جورجاون، نعمل توديعة سونال هنيك. ما بعرف شو بدي أقول، كل واحد بيحصد اللي زرعه. أنا شرحت لها لسونالي إذا كان عندها حماية مثل سارلا لازم تدير بالها، بس لا كل البنات بيعرفوا مين بيرافقوا، إلا هالبنت بتضل مخدوعة بالناس هيك. إذا ضلت مع خرابة البيوت إشكي رح تندم كتير. بس يلي ما عم أفهمه ليش الست سومان لسه ما فركشت الجازة، كيف متحملتها؟ مو معقولة هالإشكي شو محظوظة. سونو عمي، إذا الحياة كانت عم تعاكسك على طول هاد بيعني شي واحد بس، إنك أنت الغلطان. بقصد إذا كانت كل السيارات عم تزاحمك هاد بيدل على أن سواقتك غلط، وهاد الحكي بينطبق كمان على إشكي. خالتي في بيت ببيو فيهار إله مدخل لحاله وبرندة على قد مصرياتنا. شو عم تعملي؟ عم دور على شقة جديدة للأجر. ليش وأنتي رح تسكني ببيت زوجك؟ شو نسيتي؟ من شان صير روح لعندك بالعطلة رح أعمل أي شيء، بس ما رح خليكي تضلي مع هداك الرجال. ليش شو معندي؟ مصرة أنك تدمري حياتك؟ إشكي يا بنتي أنتي محظوظة إنه الشاب مثل مايانك وافق يتزوجك، ما عندك حسب ولا نسب ولا أملاك ولا مصاري ولا شيء. خالتي ما بعرف ليش الكل عم يتصرفوا وكأنه أهل العريس فضلوا علينا لأنه نوافقوا على هالجازة. خالتي أنا ومايانك بدنا نتزوج بعض لأنه لقينا حالنا مناسبين لهي العلاقة، فليش لحتى نكون ممنونين وحاسين إنه إلهن فضل علينا؟ إشكي ليش ما عم تفهميني؟
مو بسهولة بتلاقي الشاب المناسب إليك. عن جد؟ والبنات المناح بينباعوا بالجملة، صح مو هيك؟ شو؟ لا تنسي إنه أي علاقة منيحة بتجي بصعوبة، الشاب والبنت مثل بعض، هي هيك، هن انخلقوا بنفس الطريقة. ما بدي جادلك كتير، بس حطي ببالك إنه مستقبلك كله رح يتغير بعد ما تتزوجي. لا تروحي هاي الفرصة يا إشكي. صارت مشاكل ومن حسن حظك ما تركتوا بعض لأنك تارك انطباع عنك إنك خرابة بيوت. خالتي عم تحكي عني وكأني بطلع على الحارة وأنا معي بلدوزر مشان خرب البيوت فوق راس سكانة. أنا بعرف إنه مانك هيك يا إشكي، بس هذا هو رأي الكل فيكي هلأ. بس أنا ما بيهمني أبداً رأي العالم كله فيني، يلي بيهمني عن جد هو بس رأيك أنت يا خالتي مو أكتر. أنا كان كل قصدي إنه قدامك مستقبل حلو كتير، بس أنت عم تدمريه بسببي أنا. اللي عم يصير معي يا حبيبتي تعودت عليه من زمان، زوجي بحياته ما رح يتغير وما في شي رح يتصلح. بس يا خالتي كتير منيح إنك إجيت، تفضل. أهلا وسهلا. فينا نحل هالمشكلة بالطريقة البسيطة. إشكي لازم تيجي معي اليوم على بيت عمتي سارلا لحتى تعتذر منها وتطلب منها السماح. بترجاك اشرحي لها إنه هاي القصة زادت عن حدها كتير، لهيك لازم تيجي معي. عيلتي وعيلة أهان وعيلة عمتي سارلا ثلاثتهم تضايقوا من اللي عملتيه لدرجة ما فيني أوصفها. مو ثلاثة، أربعة. شو؟ عائلات يا ميانك، الواضح نسيت تعد عيلتي معكم. هلأ مو وقت رياضيات يا إشكي. بقى شو؟ تعي معي وفورا. أخي وستي وهالضغط كله ما قالوا أي معنى، لهيك أحكي لك يلا شو صاير؟ أنا ما بدي أحكي بهذا الموضوع، أنا عن جد قلقانة كتير على راش، أما مو حابة تحكي معي. معناها قلقي علي كمان، أختي ما عم ترضى تحكي معي. عم أحكي معك كارتك. عم تحكي معي بس ما عم تحكي لي كل شيء. ما بدي أحكي بالموضوع. عن جد؟ طيب قلي لي شو كنتوا عم تحكوا أنت وإيشكي؟ ليش؟ عم تتعامل معي وكأنك محقق. إذا قلتي لي الحقيقة ساعتها رح نقدر نساعد إيشكي، لأنه العيلتين هلأ ملاحقيننا ومتزاولين منا كتير. مشان هيك أحكي لي من البداية مين اللي إجا وشو بده يقول لمين. كارتك عن جد ماني متذكرة شي، بعتذر، بدي أحكي مع راش. شو بدك تحكي؟ لا تكوني بدك تسأليه كم غرفة بالبيت اللي رح تستأجريه. كارتك يلا روح من هون، ستك بدها تحكي مع سونالي. لا أنا ما رح أتحرك من هون، رح يصير في ضغط عاطفي، لهيك ماني رايح لمكان. خليك واقف من تم ساكت وخراس واسمع شو بدي أقول. راحت لعند إشكي لحتى تحكي بالطلعة من البيت. ليش ما خبرتينا بهالشي قبل ما تعملوا هالمسرحية؟ ستي معلش تروقي شوي على سونو. كيف بدي روق والست راحت تقول هالشي لإشكي؟ من حسن حظنا إنه الست صار لها سمعت كلام إشكي وبس، ما سمعتك. يعني إشكي وقعت بهالمشكلة بسببك مو؟ منيح إنه هي اللي علقت مو أنتي، نفدتي هالمرة. يعني مانك مهتمة بوضع إشكي؟ ما بيهمني ابنه، لما الموضوع بيتعلق بحفيدتي وشخص تاني ما في ست بالعالم تترك حفيدتها واقعة بمشكلة وبتهتم بالناس. اسمعي ما لازم حدا أبداً يعرف بهي السيرة، فهمتي علي؟ إذا عرفت حماتك إنه بدك تسكني لحالك حطي ببالك وقتها ما رح تلاقيني جنبك ولا أهان، واجهي كل المشاكل لحالك وقتها. بشو بدك تعاقبني؟ ما بدك يعني شوف سونالي؟ ماشي ما بقى رح شوفها ولا حتى أحكي معها. ألو شو؟ عم تحكي عن جد؟
عمتي، الوعد اللي وعدتك اياه الصبح اجيت هلا لحتى نفسه. إذا كان بدك ياني إجي على هالبيت مرة تانية يا خالتي، فأنا في عندي شرط واحد. عمتي سارلة مستعدة تنسى كل شيء، بس بالأول إشكي لازم تيجي معي وتطلب السماح منها. روحي يا إشكي، ما يانك مانو غلطان، هو ما بيضرب مثل زوجي وما بيصرخ عليكي. إشكي صدقيني، هو بس عم يحل المشكلة، إذا ما رحتي ما رح يقدر مرة تانية يوقف بصفك. بترجاكي تسمعي كلامي لو بس هالمرة، وإلا كلهم رح يشككوا بتربايتي إلك. بترجاكي كرمالي روحي. لا إيشكي استني. راج أنت لا تتدخل. إيشكي بدك تقولي شي؟ طبعا عمتي. يلي صار غلط والحق علي، أنا السبب بهالمشكلة. بترجاكي كرمالي لا تعاقبي سونالي وعيلتها، أنا إجيت لأعتذر منك اليوم. أهان؟ أنت شو عم تعمل أهان؟ سونا بتضل كنتك، أنت هلأ معصبة، هذا الموضوع بيني وبين عائلتك، فإذا حدا لازم يعتذر فبيكون أنا. أنا آسف كثير، أرجوك أعطي لأختي فرصة ثانية. أخي هان، أمي أنت شو عم تعملي؟ لك ابني، الناس بيلمسوا رجلين الكبار من باب الاحترام. إذا صار الاعتذار وبعدها صار لمس الرجلين، وقتها بيبطل الموضوع احترام الكبار، صار اسمه غرور الكبار، وهيك أنت عم ترضي غرورك. راج اسمحي لي أمي، أنا ما بعرف أنت شو بدك تستفيدي إذا أخي أهان قربوا لمس لك رجليكي. حضرتك كل يوم بتحكي عن عادات سونالي انه مو حلوه، وبتتمسخري انت ورفيقتك عادات إشكي اللي ما انا عجبتك. طيب شو مشان عاداتنا نحن؟ من اي نوع نحن؟ لا بترجاكي ما بدنا نكون هيك، من هدول الناس اللي بيرضي غرورهم اذا نسايبهم انحنوا وطلبوا السماح. مو مشكله راجع، انا اجيت بارادتي لهون، وبكل الاحوال اذا كانت كلمه اسف بتنهي المشكله فانا بعتذر. عمتي بتعرفي انه بكره يوم الحنه، فرجاءً إنك ترضي الحنة والعرس يصيروا سوا إذا في مجال توافي. رجاءً. إيه يا ابني طبعاً. وإنت ما يانك؟ ليش جبت خطيبتك بإيدك لهون؟ لك إنت ما بتحترم خطيبتك ولا شوي؟ أنا بصراحة. بصراحة شو؟ راج، لو حفلة وداع سونالي صارت بمكان تاني وقتها كانت رح تتضايق هي وعيلتها، وميانك كتير قريب من عائلة سونالي، مشان هيك جابني لهون مشان اعتذر وننهي الموضوع هلأ. ايه؟
بالضبط، هي هي القصة. لا يا إيشكي، أنت هيك عم تسكتي على الغلط. لا يا رج، بالحقيقة أنا اللي غلطت أول شيء، بس أنا ما بتحمل أبداً شوف حدا تاني عم يتعاقب بسببي، خاصة إذا كانت بنت لطيفة مثل سونالي. ما هي ما هي ما هي. بدك للحقيقة، هاد كان غلطي، ما بحب شوف حدا تاني عم يتعاقب على خطأ أنا عملته. كيف إذا هالحدا بنت لطيفة مثل سونالي؟ لهيك رح كون هون حتى لو ما يانغ ما خبرني بشي. إذا ضلت قريبة من بنت مثل إيشكي هيك رح يصير. لا تعاقبوا سونالي وعيلتها على هالخطأ يلي أنا ارتكبته بترجيكم. بتشكرك وبعتذر على كل شي صار. أربع عائلات تضايقوا بسبب غرور البعض وتكبرهم، وأنتي كمان كان فيكي تنغري، بس أنتي ما عملتي هيك، ضليتي محافظة على احترامك لحالك وفرحانة لفرح الكل هون، وجيتي لهون وأثبتتي إنك بنت بتجمع كل العيال مع بعضهم البعض، مو هيك أهان؟ أنا حكيت من شوي حكي لأني كنت معصبة وما كنت ناوي أخرب عرسين وحفلتين. عن جد حفلتين رح يصيروا بنفس الوقت. وبصراحة ما يانك ما لازم يصير أي مشكلة هاي المرة. إيه حافظ على مرتك حبيبتك، بس بعيد عن مرت ابني إذا بتريد. ماشي. أخي إيشكي يلا امشوا نشرب قهوة سوا. لا معلش غير مرة رح روح بالإذن منك خالتي. ماشي رح امشي كمان. أخي أهان عود ارتاح شرب قهوة قبل ما تروح. تفضل عود يلا. هالشي صاير بين عائلاتنا إشكي، وإذا حدا كان لازم يعتذر فهو أنا. أنا كتير بعتذر. مايانك هو خطيبي، بس هو عم يتصرف كمدير مو كخطيبي. أنا غلطت وهو أخذني لاعتذر مباشرة ونسي يوقف جنبي وما سأل حتى شو اللي صار بالضبط. ولو ما انحلت هالمشكلة اليوم كنت رح اضطر اعتذر للست سارلا. مايانك ما بدي احكي معك. شكرا. ليش عم تتشكرني؟ أنا اللي لازم أتشكرك، ما كنت مضطر تجي لهون ومع هيك اجيت. ليش؟ حتى انت داريتي سونو وحملتي حالك كل الخطأ كمان. انت ما كنتي مضطرة تعملي هذا الشيء ابدا. طيب ليش؟ بعرف انه سونو هي يلي بلشت، لهيك اذا كان في غلط فمنكن اثنين هتكون. بس هي ما اعترفت بخطأ أو بدون شيء. أنا متوترة كتير وأنت عم تحكي بالإنجليزي ما عم أفهم عليك.
قلي فوراً شو يعني هاد الكلام كله؟ هاد بيعني إنه سونو ما عم تعترف إنه غلطت، وإنتي أخدتي كل اللوم عنا وظلمتي حالك. ليش؟ قلي لي يا إشكي. لأنه صار لها قنبلة موقوتة ماشية على الأرض، وأنا ما بدي هاي القنبلة إنها تنفجر بوشها لسونالي. شكراً كتير. وإنت كمان شكراً على اللي عملته. اليوم كلهم فكروني بنت بتخرب علاقات العيال. صح عندي تفكير ومشاعر خاصة وهدفي حقق شيء أو كون بنت بتمناها، بس هاد ما بيعني إنه أنا ما عندي قيم ومبادئ عائلية أو إني بنت هم تدمر العلاقات العائلية. كيف ممكن بنت تتحمل أخطاء مو أخطاءها وينقال عنا هيك؟ أنتي هون؟ انت ليش اعتذرت؟ كان غلطة إلها صح؟ مايانك هذا غلط صونو كمان، لهيك كان لازم تتأكد قبل ما تسألني وتقرر مين كان لازم يعتذر ومين لا. ثلاث عيلات كانوا رح يشهروا فيهم أهان. مو ثلاثة، أربعة مايانك. نسيت عيلة إشكي؟ اليوم عيلة أهان وعيلة السيد سارلا وعيلتي تعرضوا للتشهير. شكراً. أوكي. أنا شكرت. رح روح. عادي يا أخي، هي متضايقة. بكرة بتعرف إنه اللي عملته أنا كان مزبوط ورح تلوم حالها. عن جد مفكر إنه عملت الصح. إذا بدك تضلي رايحة جاية طلعي على جهاز المشي، على الأقل منعرف كم سعرة رح تحرقي. حاج تحكي حكي فاضي، أخي كأن مزعوج كتير. من شوي راح بسرعة ما بعرف. راح معصب. راح بالسيارة. عم تتمسخر كارتيك؟ أنت حاسس باللي عمر فيه هلأ؟ أنا حاسس، لهيك عم حاول هديكي، بس إنك تكوني بهالحالة رح يخلي الأمور أسوأ، بدنا حل. أنا بعرف، بس إذا كان أخي مزعوج مني. سونو ما توقعت منك هذا الشيء. تركتي البنت تتحمل كل اللوم لحالها، وإنتي يلي فتحتي هداك الحديث. ليش؟ بدك تعيشي مع راج وتنفصله عن عيلته؟ هاد اللي بدك إياه؟ أخي أنت، أنت بتعرف الست سارلا، بقصد الطريقة اللي بتتصرف فيها. بدك أختنا تعيش مع مرأة مثل هي وتتحملها كل حياتها؟ كارتيك خلاص. ماشي أخي، يعني بدك أختنا تعيش مع حماتها ما هي؟ أخي لمرة واحدة شيل هالعادات والتقاليد من راسك وأحكي بواقعية شوي. إذا الحماية والكنة ما كانوا متفقين فينفصلوا هو الحل الأمثل، ما بيأثر شيء. على القليلة هيك بتبقى العلاقة بيناتهم. أنا بعرف رح تبقى العلاقة، بس العلاقات معقدة أكتر من ما أنت بتتخيل. هون مو أمريكا، هون الهند. هون منبقى مع عائلاتنا وما منتركهم لما منتزوج. إذا كان بدك راج لازم ترضي بوالدته معه كمان، لأنه هي بتضل أمه. أنت ما فيكي تتجنبي أمه وما فيكي تتجاهليها. ليكي سونو، بالهند الزواج مو بس بين شخصين، هو بين عائلتين كاملين. ما فيك تدمري حياة شخص من العيلة يا سونو، ما بيصير. هلأ صار حكي قدامي إنه بدك أنت وراج تنفصلوا عن عيلته، وبتعرفي شو؟ هالبنت المسكينة انحنت قدام الست سارلا واعتذرت عن غلطك أنت يا سونو. أنا لو ما كنت هنيك مستحيل أقدر أتخيل قديش حست بالإهانة.
أنا أخوك وعادي إذا انحنيت كرمالك وبقدر أعتذر لك، بس ليش تدخلي بنتي بعيدة عن العائلة وما دخل بأي شيء؟ هي ما بتستاهل. أخي دخلتها لأنه سونالي ما اعتبرتها غريبة. في إلك شي جدي؟ يلي عملته مشان إيشكي اليوم بيخليني عن جد فخور فيك. أخي أنا غلطت كتير بحقك، أنا آسف. ليكي سونا لازم تعمل شغلتين. أول شي قبل كل شي لازم تشيلي من بالك العيشة لحالك وإنك تبعدي راجع عن عيلته. ستي كان معها حق، أنتي مو مثل أمنا وما بتقدري تدمري عيلة. روحي وقولي لراجو إنك مو خربت بيوت، ماشي؟ أختي حبيبتي مو مثالية مثل ما كنت مفكر، حاولي تكوني مثالية. بترجعكي كوني مثالية قد ما بتقدري لو سمحتي. وفي شي تاني؟ شو هو؟ تعرفي يا أمي كنت من كل عقلي مجهزة حالي مشان انزل قدامه، بس هو عن جد أنقذني. هو مو بس أنقذني، اعتذر بدالي ولحد هلأ ما خلاني حتى اعتذر منه. تخيلي مايانك مو؟ عصيرة مايانك أخذني لعند الست سارلة مشان يخليني اعتذر منه، وما سألني حتى مرة واحدة مين الغلطان فينا أو حتى شو صار. لازم وضروري يتوضح اللي صار. سونو هي اللي فتحت الحديث، ما في داعي تحسي بالذنب أبداً. أنا كتير آسفة. عادي حبيبتي، بس تذكري شي واحد، ما حدا بيدعمها للمرأة، لهيك لازم النسوان هن اللي يدعموا بعضهم. وفي شي تاني كمان، كنتك ما بتحب تخرب البيوت. يا ربي دخيلك تغير المزاج. شو قلتوا لا؟ أنا؟ إمتى قلت؟ أنا مثل الموبايل هلا، وقت اللي بيكون صامت ليش لحتى أحكي؟ مو مشكلة حبيبتي، بس يا ريت وضحتي اللي صار من قبل. ما كنا حطينا الذنب على إشكي المسكينة وحملناها كل هاد. إشكي مايانك ما كان عنده خيار تاني، عمل الشي الصح اللي لازم ينعمل. خالتي كل واحد عنده خيار بهالحياة، وأنا كان عندي قراري وكنت بقدر ما أروح مع مايانك عبيت الست سارلة، بس ما عملت هيك ورحت معه. حتى أنتي كان فيكي تاخدي قرار تتركي العم، بس اخترتي تتحملي وتحترمي قواعد المجتمع. حتى أهان كمان كان عنده خيار واعتذر للست سارلة بالي، ما كان مضطر، بس هو ما اختار أهمية العيلة لأنه فهم مشكلتي بدون ما أحكي حتى، وقرر إنه يتحمل كامل المسؤولية كمان وما لامني وبولا كلمة مثل الكل. خالتي بتعرفي لما عرف إنه الخطأ مو خطأي لوحدي وإنه صنالي كمان إلها إيد بهالشي، ما استنى ولا دقيقة وقبل ما أنحني ركض وانحنى قبلي للست سارلة. دايماً أهان بيعمل الشي المزبوط تماماً. خالتي اللي لازم يعمل هالشي هو مايانك، أنا رح صير زوجته لمايانك وهو اللي لازم يعرف اللي بقلبي. بنتي بعرف شو بدك تقولي، ما كان عنده خيار تاني وكان بده يصلح كل شي. طيب ماشي، موافقة أنه ما كان عنده خيار تاني قدام الست سارلة، بس لما إجا لعنا على البيت كان بيقدر يسألني مرة واحدة، كان بيقدر يوثق فيي ويقول لي إشكي أنا بعرف هاد مو خطأك، هي ست كبيرة اعتذري منها، بس بحلف لك إنه ما قال ولا كلمة من هدول. حتى بالحسابات الخاصة فيني خربط. شو يعني؟ يعني ما بيعرف يعد أفراد عيلته، بيتذكر بس عيلته وعيلة الست سارلة وعيلة أهان لما بيصير عندهم أي مشكلة بسيطة، بس ما تذكر عيلتنا أبداً.
العيلة الرابعة. أهان اللي تذكره. مهما قلتي أنا معصبة من مايانك، كنت برضى لو حتى ضحك علي بكلمة. عادي حتى لو ما ضحك علي كان فينه يسألني مرة واحدة إيشكي شو اللي صار. إيشكي بكرة عندك طقوس كاتب الكتاب، وإنتي لسا عم تقارني بين أهان ومايانك اليوم؟ قبل ما يتوعدوا الشاب والبنت لازم الأمهات يتعرفوا على بعض أول شيء وقبل كل شيء. شو؟ أوكي خلوني أشرح لكم بطريقة حضارية شوي. بالعرس الهندي وقبل ما يحسبوا أبراج العرسان لازم يطابقوا أبراج الأمهات أول شيء. الأكثر أهمية ببلدنا علاقة الحماية والكنة مثل سونو والست سارلا، هي هي العلاقة الرئيسية، أما علاقة العرسان سنوية. ما بصدق إني عم أقول هالكلام، بس لأول مرة بحس كلامك منطقي. وأنا ما عم صدق إني عم أقول هالكلام. أنت كنت متعاطف كتير مع إيشكي اليوم. أخي دافع عن إيشكي. هاي البنت عملت لك هاجس؟ أنا عندي هاجس مع هاي البنت؟ إيه أكيد. كنت عم تحكي بسونا، شو جابك على سيرة هديك البنت؟ بالضبط من وين طلعت هالبنت بحديثنا هلأ؟ أنا رح أحكي مع إيشكي. ما حكيت معه بعد هداك اليوم. فيني اتصل لأعتذر؟ مع مين بدك تحكي؟ أنا ستي أنا كنت كارتك بمين كنت بدي اتصل؟ أنا نسيت أنا. أيوة أنا مثلك نسيت. بمين كان بدها تتصل؟ شو؟ كانت بدها. إيه كانت بدها. ليك بعد ما سمعت كل شيء كأني حاسة. لا أنا مو حاسة، متأكدة إنه بدها تتصل بحماتا المصون. ستي أنتي لساتك هيك ذكية حتى بهذا العمر؟ ممتاز. خلاص عم تقول ممتاز؟ قديشك غبي. اسمعوا حطيه. إذا الست سار اللي عرفت هذا الشيء رح تنفع لك رقبتك. ستي إذا عرفت الست سارلا أو ما عرفت، بس شو بس يا ستي سونو غلطت. لهيك قليلي شو المانع بإنها تحكي مع هذيك البنت؟ تمام منكمل حكي بعدين، بس هلأ خبرني أهان ليش ما بتقول اسم إيشكي؟ أنا لاحظت إنك عم تقول هيك دائماً، هديك، هالبنت، خطيبة مايانك، ليش عم تسميها هيك؟ حتى هي ما بتقول اسمه، بتسميه آفي إم وثلاثة بواحد. هيك الكيمياء بيناتهم هني. كارتيك خلاص، ما في كيمياء بيناتنا. شو لكان؟ بيناتنا في ما في شيء. في كتير إشياء بين سونالي وراج. في علاقة ومستقبل. إذا ضليتوا عم تعملوا هيك الست سارلا رح تعرف وما رح يكون في شي منهم، لهيك لازم نتصرف. ستي الست سارلا ما رح تعرف شي، بعدك إني رح أحاول ما خليها تعرف. لكن ليش ما منعت سونالي إنها تحكي مع إيشكي؟ خالتي خليهم يكملوا كلامهم، ما رح تسمع الاتصال. للحيطان أدان، هو سر طالما هو لسات جوات القلب. الحكي عنه يعني كشفناه. بس ستي ما كان الغلط من هديك البنت، على الأقل مو غلطة لوحدها. كتير منيح، بس انت كمان اعتذرت لها وأنقذتها. اللي عملته كان كرمال سونو. صح كرمال سونو وكمان كرمال البنت. إذا رح تضلوا بهالتصرفات رح تعرف الست سارلا بكل شيء. ستي اسمعي، نحنا منقدر نلوم البنت ونشيل سونو من القصة، منقدر نعمل هالشي، بس هالشي غلط صح؟ ما بيصير نعمل هيك. أيوة كتير منيح، خد لوحة
واكتب علي بأحرف غامقة إنه الغلط هو غلط سونالي وهي اللي بلشت، ورح حطها قدام بيت الست سارلا. منيح هيك؟ هذا غباء. أنتو بتعرفوا عن شو عم تحكوا؟ إيه دايماً البنات هن الغلط برأيك. سونالي وراج بدهم يتركوا هداك البيت، بس منعتبر الحق على سونالي، مو هيك ستي؟ إذا ما بتعرف قواعد المجتمع ومبادئه تجي لعندي وبتسأل 100 مرة، ستي شو هاد؟ وستي شو هاد؟ أمي لا تعصبي، من فضلك اهدي شوي هلا. تفضلي اشربي شي. رح تروقي، باردة وظريفة على مسؤولية. سكوت! أنا اجيت لهون لأشرب. بعت لي قنينتين مشروب على غرفتي. أخي بتراهي؟ عشو؟ بكرة كتب الكتاب، ست سارلا رح تعمل تمثيلية ولا لا؟ راهي. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.